يقول امرأة ارضعت ولد مع بنتها وكان قبل البنت بنتان، علما بان الولد رضع اكثر من 5 رضعات، فهل يجوز كشف الغطاء للذي قبل البنت وبنت بعدها؟ افيدونا جزاكم الله عنا خيرا. نعم، هذا الذي رضع من امرأة اكثر من 5 مرات يكون ولدا لها. لا، وولدا للرجل الذي هذا اللبن من اولاده، فعلى هذا يكون هذا الولد أخا لكل من ولدته أمه التي أرضعته. نعم، أخا لهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وسواء كانوا قبله أم بعده. فالبنتان السابقتان له يجوز لهما كشف الغطاء، وكذلك البنت الثالثة التي بعده يجوز لها كشف الغطاء عنه. كذلك أولاد زوج هذه المرأة إخوة له وإن لم يكونوا منها، فيجوز مثلا لبنات هذا الرجل من غير هذه المرأة أن يكشفن لهذا الطفل الذي رضع